معايا السيد منير الجغبوب مدير المكتب الإعلامي بحركة فتح الفلسطينية. سيد منير مساء الخير. مساء النور سيد منير. يوم أسود على القضية الفلسطينية الحقيقة بهذا القرار الأرعن من الإدارة الأمريكية. يعني حقيقة يعني الخطوات التي سوف تؤخذ كمان لن تكون أقل من هذا الذي اتخذ بحق ودية القدس. القيادة الفلسطينية سوف تلتئم. الردود العربية يعني قبل قليل صدر قرار من الديوان الملكي الأردني يقول بأن الدور الأمريكي انتهى بخصوص عملية السلام. أيضا الدكتور صالح العريقات صرح بذلك قبل قليل وقال بأن الدور الأمريكي انتهي، أصبحت جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا القرار. نحن في حركة فتح في الوطن نراهن على أمتنا العربية وعلى شعبنا الفلسطيني الذي هزم البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، سوف يهزم هذا القرار الذي لا قيمة له ولا معنى. كل إجراءات إسرائيل وكل ما اتخذته من قرار في تعزيز احتلالها لفلسطين وكل ما قدمته الولايات المتحدة من دعم ومساندة لهذا الكيان الغاصب لن ينشئ حقا قانونيا أو ماديا للاحتلال في فلسطين، ولن يلغي حقنا التاريخي في وطننا المحتل، ولن يكون لقرار ترامب غير الأخلاقي في نقل السفارة الأمريكية للقدس أو الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل أي تأثير على تاريخ هذه الأرض ومستقبلها، ولن يتعداها كونها حفرا على ورق ووصمة عار تضاف إلى سجن أمريكا بما تمثله من قوة غاشمة تحمل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. هذا حقيقة يعني ما صدر عن الولايات المتحدة هذا المساء يدل بأننا يعني 23 عاما 24 عاما في عملية سلمية دارت بفراغ على ما يبدو. انهار كل شيء في هذا الخطاب وفي هذا الاعتراف، لأن كان يجب أن يكون هناك اعتراف بالدولة الأخرى. إذا كنت تعترف بدولة إذن أين الدولة الأخرى التي تقابل هذه الدولة حسب قرار التقسيم وحسب القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره. ده كلام مظبوط سيد منير، بشكرك شكرا جزيلا.